يوما بعد آخر، وأزمة المشتقات النفطية تشهد اتساعا ملحوظا لتصل تأثيراتها إلى المواد الغذائية الأساسية بدون رؤية اقتصادية للحد من تلك التأثيرات التي طاولت المواطن البسيط وباتت أحد أسباب اتساع دائرة الفقر وانهيار الاقتصاد. إذا كانت الأسعار العالمية منخفضة ما بينزل، لا تصدقش إنه التاجر بينزل إلى الأسعار العالمية. بيحاول إنه يعمل لمتوسط، يعني إذا في معه مشتريات جديدة بيحاول يعملها متوسط الأسعار ويبيع. شكاوى عدة ومشاكل متراكمة يواجهها التجار نتيجة ارتفاع أجور النقل حسب قولهم، فيما البعض يؤكد تكبده خسائر فادحة. والله في سبب أنهم أغلبيتهم في مخزن سابق، أنه أسعار الأسعار السابقة، وفي نفس الوقت لا زال وسائل النقل أنها مرتفعة، حتى أنه اضطر أنه ما قد فيش ساعة ما تقول لي أسعار جديدة من الشركات الخارجية والداخلية والكذا، أن هذا نقص في السعر، فإذا نقصت في السعر فإحنا مضطرين ان احنا ننقص ونسحب سلع جديده. هذا بيأثر اقتصاديا على 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 البلاد، على التجار نفسهم. يعني اذا ما زال التاجر بيستمر على خساره وخساره وخساره، هذا بيؤدي الى انه يخسر، يؤدي الى ربما افلاسه. مواطنون ابدوا استياءهم من عدم وجود اي تراجع في اسعار المشتقات النفطيه والمواد الغذائيه رغم انخفاضها عالميا، ما يستدعي وجود رؤية حقيقية لاستيعاب ذلك التغيير. الأسعار في العالمين انخفضت، اليمن يعني لسه جالسة على ما هي من أول، لا يعني لا لازلنا نعاني من كل شيء. لا، ما زالت الأسعار هي ثابتة وزي ما كانت عليه سابقا. الدبة بترول 3000 ريال، ولا الدقيق نشهور 5000 ريال البر، وكل الأسعار ما زالت على ما هي عليه. الرز ولا والسكر، ولا سكر 6000 ريال، والرز انواع، كل سعر كل نوع وله سعر. انعدام المشتقات النفطيه وتنشيط السوق السوداء تلقي بظلالها سلبا على اسعار المواد الغذائيه، وتعطي التجار مبررا لرفع التكلفه، فيما لا يزال قطاع الرقابه غائبا تماما، والمتضرر الوحيد هو المواطن البسيط الذي يبحث عن طوق نجاه من لهيب اسعار المواد الغذائيه والمشتقات النفطيه. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.